صباح الخير عليكم، كل شيء بخير، هانين، كل شيء بخير، كل شيء نشط، الحمد لله. صباح جديد هذا، وصباح سعيد على كل المشاهدات والمشاهدين ديالي. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بألف ألف ألف خير. ان شاء الله غادي نمشيو من هذه البلاصة، هذه غادي نمشيو لبوسطن، مدينة بوسطن التاريخية، باش نشوفوا بعض المعالم ديالها. غنديكم معايا، مرحبا بكم وألف مرحبا. ما تنساوش أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو، ديروا لايكات وتكتبوا من التعليق، لأنه بزاف ما كيقولوش الرأي ديالهم في الفيديوهات ديالي. كذلك فضلا وليس أمران، بالنسبة لي مازال ما شاركش في القناة، هذه مناسبة أنه يشارك فيها ويورك على البطونة الحمراء اللي كاينة لتحت. شكرا لكم، بقوا معنا إن شاء الله باش تشوفوا معايا هذا الفيديو وما تقطعوش. بعد ما خدينا واحد الفطور فعل ترك، هي استعبد النبي السيارة ديالو باش يديني يوريني بعض معالم ولاية ماساتشوستس، والمركز ديالها مدينة بوسطن. هاد التيران ديال الثانوية راه بدا مقرا شي شدة، راه بيرلونتون هاي سكول. هادي دابا حنا خرجنا من بلاريكا، فين انا كاين مدينة ديال بلاريكا، دخلنا دابا المدينة راها هي سميتها بيرلونتون. الشبكة الترابية هذه نورمال محلمة غنمشي ليها، هذه كتسمى 95 95 جنوب ساوت، الأخرى 95 نورث. ملي كتدخل ل 95 كتلقى خارجة، باش تخرجي كديك مثلا روت 1 طريق رقم 3، حتى هي طريق سيارة كبير، ما كاين لا خلاص لا والو، فهمت؟ وهذاك ملي كتدخل ل 93 كنتي غادي لشي مدينة مثلا أخرى، هذا كتلقى 200 وطريق الطريق 295، خوذة شمال ولا جنوب في الغالب، كل وحدة حتى هي كيفاش، أربعة طوموبيلات غاديين معاك. الشبكة الطرقية عندهم خطيرة جدا. هي العصب ديال الاقتصاد أي بلاد. هي حتى المترو. المترو. أنفاق. المترو أنفاق حتى هو كيسهل. الشيرة تحت أصاحبي كاع مخربقة المدينة تحت. علاش لان كتساعد على ما يكونش حصيده، حتى على النشاط التجاري، النشاط الاقتصادي الجماعي. مهم انا غندير غير بسرعه حيت انا غنرجعو غنرجعو دورا كاين في هاديك البانيرا في قدام هشام. في الحقيقه هاد الجوله مع الصديق ديالي سي عبد النبي استفدت منها بزاف، وكالعاده ديالو كان دائما كريم عليا وكريم معايا، وما كانش كيبخل عليا باي معلومه اللي كدور في راسو، وهي اللي جمعها تقريبا لسنوات سنوات طويله من خلال المقام ديالو بهاد المنطقه. فهو خبير بطرقات هاد المنطقه وخبير بمكامن القوه ديال هاد المنطقة هادي. غادي نتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وغادي نستافدوا اكيد من المعلومات الغزيره والكثيره اللي قدمها لنا السي عبد النبي. فهو جال بيا وطاف بيا في محلات تجاريه في شوارع مدينه بوسطن الى غير ذلك. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر.
أول مكان زرناه هو واحد المجمع تجاري اللي فيه محلات تجارية كثيرة كثيرة بزاف، وعلى ما قال لي فكل بلاصة تقريبا فيها بحال هاد المحلات التجارية اللي كتقرب لخدمات المواطنين خاصة في هاد المناطق اللي خارج المدينة. أول محل غندخلو ليه هو محل للماكلة، واللي غادي نتلقاو فيه شروحات من طرف سي عبد النبي. هادو الطلبات ديال الناس اللي مكومودينهم من الديور ديالهم، كيجي كيلقى البكية ديالو مقادة كلشي مزيان، كيوصل وكيهزو وكيزيد في حالته لأنه ديجا مخلص بالبطاقة. هو اللي سبيسياليتي بافرج، هذاك ديال بافرج ديال كيتشرب عصائر سمودي والبريكفاست عندهم ساندويتش ساندويتشات بريكفاست ساندويتش كاين ساندويتش كاين. حنا هادي كتسمى 95 سوت. 95 95 جنوب 95 الصوت غدينا سيدي تقدر دينا 93 نورث 93 ساوث هنا غديك بوسطن، وتقدر دينا الروت 2. الروت 2 هي هاي واي يعني طريق سيارة هي اللي غدينا في غادي عادي حنا الهارفا. اذا كنظن غنمشيو غنمشيو الروت 2 اللي غدينا نيشان الكامبريدج، كامبريدج اللي فيها هارفر، وهارفر هي من أقدم المؤسسات التعليمية. أخيرا خليك شرف بحيث أن زيارتك لهارفر تسترجع تاريخ الثقافة الأمريكية، وهذا هارفر هذه من أحسن الجامعات لعدة أسباب، منها أولا أكبر نسبة الحاصلين على جوائز نوبل كاينين في هارفر، ثانيا جامعة عتيقة معروفة الأمريكان. أقدم الجامعات. أقدم. ومن أغلى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث إذا بغيت تقري ولدك ولا بنتك هنايا، المصروف زائد الدراسة لا يقل عن 150 ألف دولار سنويا، يعني المغربية 250 مليون سنتيما مغربيا، وهذه تساوي السنوات العمل. هذا 150 مليون 150 هي سنوية خصك تقريبا 5 سنوات، عندك 5 سنوات على حساب تخصص يقدر يمشي ل 7 سنوات او 8 سنوات اذا كان هذا متجه مثلا الى هارفر ميديكال، على اذا كان غيقرا الطب مثلا او الصيدله راه كيمشي ل 7 8 سنوات. ولكن هنا باش كاين هنا باش مزيان باش كاين كتلقى اولا كيعطوك كتسمى كيعطوك واحد المساعده، ولا كنتي عندك هذا الطالب وهذا وكان هنا مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وكان طالب نجيب، فهو كياخذ منحة منحة على حساب أنه نجيب، تقدر توصل لي 60-70% يخلص واحد 30% من هذا بسميته. فإذا دائما الدولة كتكافئ، وثانيا وأولا هي إن كان هذا الطالب ولا الطالبة متفوق رياضة من الرياضات، إذا كان فوق يقرأ مجانا، مثلا تفوق مثلا في الرياضات المعروفة مثلا هنا في بيسبول، تفوق في فولي بول، تفوق مثلا في باسكت، في الجري، في أي رياضة تفوق فيها، وهذاك الشيء. ولكن التفوق ما كيجيش فجأة، لأن التفوق كيبدا من السنوات الأولى للدراسة، كيبدا من السنوات الأولى من الإعدادي من الثانوي، تما في معمل تكوين أبطال أمريكا عناية وهذا وهذا، إلا إذا كان جاي من بلد آخر فهو متفوق بشي حاجة، هذيك مسألة أخرى ثانية. وكديروا مع هذا الاكتضاد اللي كاين في الطريق؟ الاكتضاد عادي، هو جزء من الحياة اليومية هنا، لأنه مسألة عادية، حيت الاكتضاد فحنا كتشوف بأن الشبكة الطرقية كثيفة جدا، حتى حنا دابا كاينين 95 ساوث غنمشيو غنخرجوا الاكزيت 45 اي اللي غتوصلنا للروت 2، غتوصلنا الطريق رقم جوج اللي هي اللي غادي دينا اللي غادي للكامبريدج، وممكن نمشيو على 93 نورث 93 ساوث، ولا تمشي على 295 ولا 495. فكل ما خرجتي من الطريق كتلقى شوف هذا الجمال يا حبابي الله، هذا البلاد شوف دائما هذه على طول السنة هذا الشيء اخضر بحال هكا، النوع هذا الجار اخضر بحال هكا.
طبيعة في حقها طبيعة رائعة جدا تبهر. ولاحظ لاحظ أيضا لاحظ طريق وجبال لك شي زبل هنا جبال لك شي غير كاغيط مليوح شي واحد غادي يكلاو له ما كاينش. حتى المواطنين راهم كينفعوا راه ماشي دائما الذنب على ماشي المواطن كيساعد كيساعد ماشي دائما الدولة. حنا الدولة عندنا ماشي دائما الدولة رخيمة راه المواطن زاو هذاك الشيء راه سبحان الله راه السي مصطفى الشيكر مرحبا بك الله يحفظك شو تبارك الله الكاميو دا شي الخنفورة ديالو بحال شي سردي ولكن تمتعنا معك بصراحة مرحبا مرحبا الله يحفظك كنشكروك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خاصة الفطور الدسم لا 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 الفطور الدسم لا لا شاب عجبك ديال البارح السمك لا شاب واحد هذا ما الفطور انا عقلت على داك الشيء اللي فطرت اليوم ملي كان ناس صافي كنسى الو هذه هي الفاكس هذا الفاكس طريق روتو روتو ايست كاين ويست كاين ايست هذا دخلنا روتو ايست اللي هي غديني ان شاء الله الكامبريدج اللي موجوده فيها الجامعه ديال هارفارد. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشوفوا هارفارد والشوارع ديال بوسطن والانهار ديالها الى غير ذلك. شكرا وإلى اللقاء.